ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع النجم الجميل جدا والكبير محمد جمعة. عايز اخش معاك بقى عن الديو اللي شايفينه بينك وبين عز الممر ابو عمر المصري, هجمه مرتده ومسرحيه علاء الدين. طبعا مجدي الهوارة ايه بيسمعني دلوقتي يقول لك قالتها علاء, هي هو علاء يا مجدي. امال ايه الادن؟ يقول لي يقعد يقولها لي كده, نقول له هو علاء الدين. انت فاكر احنا عاملين خواجه احنا اسفين, هو علاء الدين. مجدي الهوارة ده اكتشاف اصلا. طبعا بوجه له تحيه كبيره الاستاذ احمد عز. طبعا يمكن انا بقى بقول الاستاذ عشان هو ده اذاعه فممكن يسمع اكيد, انما هو علمني لما نبقى قاعدين مع بعض ومفيش حد معانا فيذكر اسم اي فنان من اساتذتنا فما يقولش فلان طبعا فيقول الاستاذ, فلما يبقى قاعد يقول الاستاذ عادل امام كان بيقول كذا, الاستاذ نور الشريف بيقول كذا, فهو يحتفظ باللقب حتى وإن كنا في مكان لا يستدعي إن هو يقول ألقاب صحابه. وانتوا شفناكم سافرين قريب مع بعض, يعني مش محتاجين إنكم تزوقوا الكلام, بس أنا هقول الأستاذ أحمد عز لأن هذا البني آدم هو إنسان يعني كبني آدم هو أعظم منه كفنان مليون مرة. تمام. إنسان بكل معاني الكلمة. الأستاذ أحمد عز هقول عز بقى عشان أنا خلاص قلت أنا خلاص قلت اللقب أقول عز بقى. اتقابلنا كان الصدفة هي اللي لعبت دورها في ان احنا نبقى بداية الشغل انا معاه في ابو عمر المصري فصار بينا علاقة طيبة وزمالة بشكل كويس طبعا. ثم الصدفة الاعظم كانت في الممر ومن الممر بقى الممر احنا كنا قريبين جدا من بعض, احنا تقريبا مش تقريبا احنا مع بعض يعني احنا من الصبح لاخر اليوم طول مدة التصوير بالبروفات احنا قاعدين تقريبا في معسكر في كامب, درجة ان احنا والله اكتر ناس مش عايزين يخلصوا الفيلم احنا يعني كنا عايزين فيلم يستمر شوية التصوير يعني. تمام. ثم العلاقة بينا يعني علاقة طيبة جدا وهو بالعكس ده أنا اللي بيضحكني إن أحمد عز بيكلمني عن أعمل إيه أكتر ما أنا بقى يعني بيفكر لي أكتر ما بفكر لنفسي, أنا بقعد أضحك أحيانا يعني بيقعد يفكر لي أكتر ما أنا بفكر لنفسي. تمام. فلما جه في تجربة المسرح فدي التجربة اللي هو طلب وأصر ان انا اكون معاه فيه, يعني قال لي احنا عايزين نبقى مع بعض في يعني اول واحد كلمك على المسرحيه كان النجم هو قاعد حكى لي ان هو عايز يعمل مسرح وهو طبعا دي تجربه لاول مره فما كان مني غير ان انا كنت فعلا انا بحب احمد فعلا وشايفه فنان واعي وفنان شاطر طبعا, فقلت له ارجوك اعمل ده. قال لي بس المسرح, قلت له انا عارف المسرح يخوف طبعا. بس والله يا عز وراهنت عليها انا اسجل دي للتاريخ. قلت له بص عز انت من دلوقتي اهو لاول مره بتحط رجلك على المسرح عمال تقول لي انا خايف وقلقان وبتاع حاجه, لدرجه ان هو عز فكر اكتر من مره ان هو يعتذر وانا منها مرات انا وقفت قلت له على ضمانتي الشخصيه, قال لي لو اي حاجه حصلت هتبقى انت السبب, قلت له اقطع علاقتك بيا نهائيا وما تعرفنيش مدى الحياه بس بشرط. قال لي قلت له هتقعد تزن على دماغي بقى بعد المسرح كل شويه تقول لي انا نفسي اشتغل مسرح نفسي اشتغل مش هسمعك. فدلوقتي بقى عز حبه الاول ومتعته الاول ان هو يروح مصر. من وجهه نظرك تقييمك ايه تجربه كايرو شو؟ ما شاء الله استاذ مجدي الهواري طبعا رجع نجوم كثيره للمسرح, شفنا منهم النجم الكبير طبعا استاذ محمد هنيدي, شفنا احمد عز, شفنا احمد مكي, يعني ده هو حتى عمل طفره الفتره اللي فاتت. طبعا استاذنا دكتور يحيى الفخراني يعني اسامي كبيره جدا. انت شايف التجربه دي احنا كنا محتاجين المسرح تاني يرجع كده ينتعش؟ احنا محتاجين ناس بتحب البلد تمام فتعمل حاجه تحترم البلد. تمام. مسرح للأسف الشديد ودي برضو ملوش علاقة بأي تفاصيل دي ده عادي يعني بنسميها قلبة سوق. تمام. بالبلدي كده احنا كان عندنا مسرح قطاع خاص عظيم جدا ونشط جدا وكان فيه أعمال مسرحية مرعبة كتير. على جميع المستويات. أكيد. هذا المسرح اندثر ناتج ان ال- 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 التيكت بتاعه كان غالي جدا وكان الظروف يعني في تفاصيل مهم ان هو انحضر. تمام. وتبقى مسرح الدولة بس متمثل في هيئة المسرح. تمام. هو اللي حمى الصناعة دي, ما هي دي صناعة برضو طبعا, هو اللي حماها بان هو بقى يعمل اعمال غير هادفة للربح. تمام. ويتصدر ان هو يحاول يجيب نجوم, ولكن
نظرا لان احنا دي حياة وفي تفاصيل كتير جدا, ففي نجوم مش هيقدر يروح بال 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 بالشكل ده غير مجدي نهائيا, يعني هو هيبقى صعب عليه. ولكن تصدر للموضوع ده الأستاذ يحيى الفخراني, الأستاذ أحمد بدير, أساتذة كتير جدا تصدروا في مسرح القطاع العام علشان يحموا الصنع. هم خلفيتهم مسرحية عموما. كايرو شو لما رجع يعمل يرجع يعيد إحياء القطاع الخاص من تاني, عمل مغامرة فيها مخاطرة بنسبة 100%. يعني أنا أي حد لو بصراحة شديدة جدا, لو النهاردة جي مجدي الهواري كان قال لي احنا عايزين نعمل كذا 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 كذا, أقول له مجدي ده حرام عشان أنت كده هتخسر. تمام. من بسم الله الرحمن الرحيم. حذاري لأن دي خسارة. ولكن مجدي الهواري من زمان هو صانع. مجدي مش منتج, صانع, انا بسميه كده. طبعا في وقت من الاوقات لما كان في جيل شباب كان مجدي بيصنع نجم. طبعا. يصنع نجم زي علاء ولي الدين, يصنع نجم زي احمد حلمي, يصنع نجوم, يصنع نجم زي كريم عبد العزيز, بيصنع من الصناع. النهارده مجدي عمل احياء لصناعه انتهت اللي هي القطاع الخاص, يعني القطاع العام كان مستمر. طبعا. ولكن لانه صانع ففاهم المزاج العام للناس, ازاي نستقطب جمهور وذكي. الله يفتح. جدا بدايه قويه محمد هنيدي طبعا. وبعد لا انا بقى كان الريسك اللي هو جنان, اللي هو انا والله لو مجدي جابي بيسالني هقول له انت مجنون يا عم ولا ايه ظروفك. مسرحيه الكينج لير قعدت سنتين وثلاث سنين على المسرح القومي, فانت جاي تعيدها في كايرو شو يا عم؟ ده جنان يا عم, زي ما كنا انا بتفرج على مسرحيه في التلفزيون وجاي تنزلها لي مسرح ما انا شفتها. صح. الجمهور ينزل ازاي؟ برضو الجمهور ينزل. لا انا كايرو شو انا هعمل لنفسي شكل مختلف تماما, انا بقدم محتوى. آه. انا مش بعمل هلس. وهو قلب المروح للمسرح ان هي خروجه كبيره. طبعا يا فندم النهارده هقول لحضرتك على حاجه برضو, خلينا نبقى ايه, على فكره احنا عندنا في المسرح فئات من الى. تمام, تناسب جميع الفئات الماليه يعني. طبعاً. في الشراء. ولكن انا عايز اقول لحضرتك ان احنا ليه مستقلين بنفسنا؟ احنا عندنا ناس في مصر, في مصر هنا تاخد ولادها وبتسافر لندن وبتسافر امريكا تتفرج على مسرح وبيدفعوا ارقام خياليه. لا انا بقول لحضرتك ان مسرحيات علاء الدين اللي موجوده هنا, اصدقاء اللي دخلوها في لندن وناس كتير جدا مش هنا بس, وحتى لما كنا في موسم الرياض بنعرض, على فكرة العرض اللي احنا عاملينه بكل فخر اعظم من العرض اللي بيتعرض في لندن مليون مرة. تمام. ومش بقول الكلام ده بقى يعني بنسوق, لا انا بقول لحضرتك ان العرض اللي احنا عاملينه اعظم وبكل فخر بقولها كده من العرض اللي في لندن مليون مرة. وده انعكس على رأي الجمهور اللي راح. طبعاً. والحفلات اللي على طول طبعاً. محجوزة والناس يعني بتتهافت عشان تاخد ولادها ويعيشوا معهم الاكسبيرينس. تجربة تجربة يا رب تتكرر, مش هقول ما تتكررش يا رب. واحنا واثقين ان اكيد اللي جاي هيبقى قوي جدا ان شاء الله. من كايرو شو. بس بعيدا بقى عن فكره المسرحيه نفسها, بقالكم اسبوعين ترند بسبب مواقف انسانيه جميله. زي اللي حصل مثلا مع الفنان الكبير استاذ لطفي لبيب, وبرده اللي حصل الاسبوع اللي فات مع كابتن مؤمن زكريا. تمام. احكي لي كده عن اليوم ده واليوم ده. ما احنا بنتكلم قلنا الترند بيبقى ازاي. في ترند بفلوس, في ترند بتاع ربنا. ترند بتاع ربنا يعني حسابه يعني عشان تشتريه يعني من ربنا الإخلاص. الحاجة تعمل لا كان في نية عز ولا كان في نية مجدي ولا كان في نية أي حد من اللي موجودين إن هم جايبين الأستاذ عازمين الأستاذ لطفي لبيب أو عازمين مؤمن زكريا, يا رب ربنا يشفيه. أمين يا رب. تمام. لغرض الشو, احنا مش عايزين شو, احنا تمام, احنا اسمنا كايرو شو. بس الناس حتى اللي حصل بالذات مع كابتن مؤمن زكريا حسوا انه حاجه يعني طيبه واصل ولفته جميله منكم ان انتوا تفكروا تعملوا ده في التوقيت ده. يعني احكي لي اليوم كان عامل ازاي, هو رد فعله كان عامل ازاي؟ يا حبيبي والله انا اقول لك اللي الناس ما تعرفوش. يا ريت. مؤمن كان عازمه عز, ففي الاستراحه عز كلمه في بعت له مسج على التليفون. قال يا مؤمن اسمح لي ان انا احييك اخر المسرحية, واسمح لي تحب تطلع على المسرح ولا لان في ضيوف بيجوا مثلا فبنقول ممكن يبقى حابب يطلع وفي ناس ما بتحبش تطلع على المسرح. فحبيبي بعت له مسج, الكلام اللي بقوله لك ده والله ده حصري 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 يعني. النهارده انت ملك الحصريات. شاهد شاهد عز بس وربنا على الكلام ده. اكيد. اما بعت له رساله, بعت له الرساله فمؤمن رد عليه قال له حبيبي انا انا بشكرك يا احمد كتر خيرك, بس مشكله ان انا حتى لو قدرت اطلع مش هقدر انزل.
عشان انا تعبان. والله العظيم يا فاطمة انا سمعت الرسالة دي اقسم بربي انا قلبي دبح. انا يعني ايه مش قادر. وبعدين يا جماعة يعني هو الابتلاء على قدر الصبر يا رب، ربنا يلهمه الصبر طبعا. ولكن ده شخص شغلته او حياته الحركة والكورة، فيبقى ففجأة يتوقف على الحركة، ده شيء صعب جدا أكيد. ودي تبقى الجملة اللي منه. فجاء عز فعلا في النهاية قال له طب يا حبيبي اللي انت عايزه تمام. جاء في النهاية مجدي اللي أصر، لأن الناس فعلا الناس يعني انت ما شفتيش شكل المسرح، احنا للأسف ما صورناش ما جبناش الجمهور، بس يعني كان الفيديو اللي متصور لينا احنا بس على المسرح. الصالة قامت والصالة فضلت، لأ بعد ما قفلنا الستارة بخمس دقايق الناس الموجودة بتحيي كابتن مؤ. طب فده بقول لهم والله مش يمكن ربنا جعلنا سبب بدون ان احنا نخطط لده علشان مؤمن يبقى فيه دعم معنا، ويسيبك من اي تفاصيل ده. اهم حاجة هو محتاجة في الفترة ان الناس انه حس. وعلى فكرة سواء الأستاذ لطفي لبيب ربنا يديله الصحة يا رب وربنا يشفي، وسواء كابتن مؤمن زكريا، والله لا يوجد عند أي شخص بيعمل في العمل العام أو بيبقى مهمته إرضاء الناس إلا رد فعل الناس وحب الناس. هو ده أعظم شيء بالنسبة له.